السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع إخوتي أخواتي الأعزاء في كل مكان. اليوم نضع بين أيديكم قصة شهيرة وأحداثها مذهلة وتحتوي على الكثير من التفاصيل المعبرة، قصة محمد بن أصفهان. ما أثار اهتمامي في هذه القصة هو أنه عندما حصل الحادث ونقل إلى المستشفى وهو في تلك الحالة الحرجة، وكان ذهنه مضطربا بالأفكار وقلبه مليئا بالهموم، فجأة حدث تغيير مفاجئ في لحظة الخروج. تغيرت أفكاره وتغيرت نظرته وتغيرت اهتماماته. نحب أن نعرف انطباعاتكم حول هذه اللحظة الفارقة، لكن قبل ذلك نسأل الله لنا ولكم التوفيق لرضاه والأخذ عن خلفائه في أرضه عليهم السلام. تابعونا. يقول صاحب القصة واسمه محمد: أبلغ من العمر 65 عاما، وقد حدثت معي هذه القصة عام 1977 عندما كان عمري 26 عاما. أنا أصلا من مدينة أصفهان التي تقع وسط إيران. كنت قد أخذت بنصيحة أحد الأصدقاء واستلمت وظيفة في مدينة مشهد على بعد 800 ميل من مدينة أصفهان التي أسكن بها، مما جعل رؤية عائلتي تقتصر فقط على العطل. في أحد الأيام وعندما كنت أقود سيارتي من مشهد إلى أصفهان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتي، غادرت في وقت مبكر جدا من الصباح حوالي الساعة 2 صباحا. وفي تلك الأيام لم تكن الطرقات جيدة، ولم يكن الطريق إلى مدينتي سريعا، بل مجرد طريق عادي باتجاهين. وفي مرحلة ما على طول الطريق وعندما كنت قريبا من مدينة غوشان، كانت هنالك سيارة تسير بالاتجاه المعاكس، ورأيت مصابيحها الأمامية تقترب مني. حاولت التوجه إلى اليمين لتجنب الاصطدام، لكن الطريق كان ضيقا للغاية. اصطدمت السيارتان وجها لوجه، دارت سيارتي عدة مرات وسقطت عن حافة الطريق نحو الأسفل، مما أدى إلى إصابتي بجروح خطيرة. لكن لحسن الحظ في ذلك الوقت مرت حافلة مليئة بالركاب الذين شاهدوا الحادث وتوقفوا على الفور للمساعدة، ونقلوني إلى مستشفى صغير في مدينة غوشان القريبة. وفي المستشفى بدأ الأطباء والممرضات العمل على علاجي فور وصولي. أصبت بجروح كثيرة وشعرت بألم شديد في جميع أنحاء جسدي، ومع ذلك عندما كنت على السرير في غرفة الإسعاف كانت هنالك أفكار مختلفة تدور في رأسي. على سبيل المثال كنت قلقا إنه إن لم أعد إلى عملي في الوقت المحدد في غضون أيام قليلة فقد يتنازلون عن وظيفتي لشخص آخر. وفي الوقت نفسه كنت أشعر بالغضب من صديقي الذي شجعني على تولي هذه الوظيفة في مدينة بعيدة عن عائلتي، ولمته على العيش بعيدا مما تسبب في حزني وبؤسي. شعرت بالإحباط من كل شيء وأن هذا العالم وحياتي كلها في حالة من الفوضى الكاملة. كان ذهني مليئا بالشكاوى والغضب. عندما كنت في غرفة الإسعاف لم يتم تخديري ولم أدخل في غيبوبة. أتذكر ممرضة كانت تبلغ من العمر حوالي 22 عاما، كانت تبدو أنها عديمة الخبرة وجديدة في المستشفى. كانت جميلة جدا، وتمنيت لو لم أكن في مثل هذه الحالة لكي أتمكن من التحدث معها والتقرب منها. لكن مرة أخرى كنت مشتت الذهن بسبب الألم الذي لا يحتمل وكل الأفكار المتخبطة التي تدور في رأسي. كان انتباهي يتحول باستمرار بين ألمي وأفكاري وهذه الشابة. فجأة تغير كل شيء، شعرت بهدوء عميق وسلام يغمرني. كان هذا الشعور مخالفا تماما لما كنت أشعر به قبل بضع دقائق. لم أعد غاضبا وبدأت أرى الكمال في كل شيء من حولي. كنت حينها أشعر أن كل شيء هو بالضبط كما ينبغي أن يكون، وكلما ركزت انتباهي على شيء أو موضوع كان بإمكاني الحصول على رؤى عميقة وكاملة حول هذا الموضوع.
تمكنت حتى من فهم التركيبات الكيميائية للأشياء التي نظرت إليها وجميع خصائصها الفيزيائية والرياضية. حولت انتباهي إلى تلك الممرضة الشابة مرة أخرى، بدت مختلفة قليلا عما كانت عليه قبل بضع دقائق. لاحظت أنني بدأت أراها بزاوية 360 درجة، كما لو كنت قد احتويتها تماما وتمكنت من رؤية أفكارها ومشاعرها أيضا. في الواقع شعرت أنني موجود في المستشفى بأكمله. استطعت أن أرى أنها كانت حزينة جدا وقلقة بشأن ما تراه. كانت تفكر أنه من المحزن أن يموت هذا الشاب هكذا، فحاولت تهدئتها وإخبارها أنني بخير وأنني على ما يرام. وفي الحقيقة لم أشعر أبدا أنني بحالة جيدة في حياتي كلها كتلك الحالة، ولكنها ظلت تتجاهلني وكأنها لا تراني ولا تسمعني. لاحظت أنها كانت تحدق في نقطة ثابتة. تابعت الاتجاه الذي تنظر إليه، فلاحظت أنها تنظر إلى جثة شاب يرقد على السرير، وقد صدمت لأن هذا الشاب كان يشبهني بشكل مذهل. تساءلت من هو ولماذا يشبهني كثيرا، حتى أنني اعتقدت أنه ربما لدي أخ توأم لم أكن أعرفه وتصادف وجوده في نفس المستشفى. حاولت وضع يدي على كتف الشاب لجذب انتباهها، لكن يدي مرت من خلال جسدها ببساطة دون أي مقاومة. كنت في حيرة شديدة، فنظرت إلى نفسي فرأيت أن لدي جسما شفافا ومضيئا. كنت مرتبكا ومذهولا للغاية، وبدأت أفكر في نفسي، هل أنا ميت؟ يا إلهي، هل هذا هو جسدي الذي على السرير؟ ستكون أمي محطمة للغاية، إنها تتوقع عودتي إلى المنزل غدا. وبمجرد أن فكرت في أمي وجدت نفسي على الفور أمامها في منزلها في أصفهان. من الصعب شرح ذلك، لكن ما أدهشني أنني لازلت في المستشفى أيضا. كنت على علم ورؤية بكل شيء هناك دون أي صعوبة. لم يقلل وجودي في المنزل من وعي ووجودي في المستشفى على الإطلاق. كان الأمر كما لو أنني انقسمت إلى قطعتين بوعي متساو. كانت أمي تجلس في الفناء وتحضر بعض الخضار للعشاء. ذهبت وراءها لاحتضانها من الخلف لأفاجئها، ودهشت مرة أخرى، دخلت يدي من خلال جسدها. حاولت التحدث معها لكنها لم تنتبه إلي. وخلال هذه الفترة، عندما كنت أفكر بالعديد من الأصدقاء والأقارب، ذهبت إليهم على الفور، بينما كنت لا أزال موجودا في المستشفى والمنزل في نفس الوقت. على سبيل المثال، عندما فكرت في أحد أساتذتي الذي أحببته كثيرا من أيام المدرسة الثانوية، فجأة كنت بجانبه، بينما لا أزال في المستشفى وفي المنزل بجانب أمي. تمكنت على الفور من رؤية كل أفكاره ومشاعره وكل الأشياء التي كانت تحدث له في الحياة، مثل مخاوفه ووضعه المالي وصحته. استطعت أن أرى أنه في تلك اللحظة كان قلقا بشأن ابنه، لذلك فقدت الاهتمام به وتركت هذا المشهد. فكرت في بعض الأقارب والأصدقاء الآخرين، وبالمثل قمت بزيارتهم أيضا. وفي كل مرة حاولت التواصل مع الشخص الذي كنت أزوره وإعلامه بنفسي، لكن دون جدوى. أدركت أنه لا فائدة من محاولة التواصل مع الناس، لا أحد يستطيع أن يسمعني أو يراني. وخلال ذلك كنت أرى كل شيء في المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاتي وكتبوا على الملف الخاص بي لم تنجح عملية الإنعاش، وأعلن عن وفاة المريض عند الساعة كذا إلى آخره. وألقوا ملاءة على وجهي ووضعوني على سرير آخر بعجلات، ثم نقلوني إلى غرفة يحتجزون فيها الموتى مؤقتا قبل إرسالهم إلى مشرحة المستشفى. وفي مرحلة ما خلال تجربتي، مررت بسرعة كبيرة خلال نفق، وتحركت نحو ضوء ساطع في نهاية النفق. لا يمكنني تحديد متى حدث هذا بدقة في تجربتي، حيث فقد الوقت معناه. ذهبت إلى مكان جميل للغاية، مخلوق من النور. شعرت أن هذا هو بيتي الحقيقي وأنني أنتمي إليه. عندما كنت في ذلك المكان، لم يكن هنالك ماض ولا مستقبل، لا قرب ولا بعد، لا علوا ولا دنو، لا ظلمة ولا نور.
فكل الأشياء النسبية فقدت معناها، بدا كل شيء في حالة من الكمال المطلق. كانت هنالك أرواح أخرى موجودة أيضا، بعضها له ضوء وإمكانيات أكثر مني وبعضها أقل. لم أشعر بالحسد أو أي مشاعر سيئة تجاه أولئك الذين كانوا أكثر تقدما ولديهم ضوء أكثر مني. كان من المفهوم جيدا أن كل واحد منا في المكان الذي يجب أن يكون فيه وفقا لقدراتنا ونمونا. عندما كنت أزور أمي وبعض أصدقائي وأقاربي القدامى، كان لدي شعورا غامضا بأن هناك حضورا يتبعني طوال الوقت، ولكنني كنت منغمسا جدا في روعة هذه التجربة وما كان يجري. وأولئك الأشخاص الذين كنت أزورهم لدرجة أنني لم ألاحظ ذلك الحضور، لكنني لاحظته في النهاية. لقد كان كائنا نورانيا مدهشا يشبه الإنسان ويشع بالكثير من الحب والنور، وعلى الفور وقعت في حب هذا الكائن الجميل للغاية. لاحظت أنه يحبني بعمق ودون قيد أو شرط. أدركت أنه كان دائما معي طوال حياتي، كان دليلي ومرشد الروحي. لقد فهمت أن كل شخص يموت لديه مرشد، لكن بعض البشر مرتبطون جدا بعالمهم المادي لدرجة أنهم يستمرون بالقلق بشأن أموالهم وممتلكاتهم أو سلطتهم حتى بعد الموت. إنهم لا يلاحظون مرشدهم. يمكن أن تظل أرواحهم مرتبطة بالأرض لفترة طويلة بعد وفاتهم. على سبيل المثال، أظهر لي دليلي رجلا كان على ما يبدو في موقع السلطة والقوة على الأرض. بعد وفاة هذا الرجل ذهب إلى مكتبه محاولا الجلوس على نفس الكرسي وتوقيع المستندات. لقد كان غافلا عن حقيقة أن توقيعه لا يترك أي علامات، وليس له قوة أو تأثير في العالم المادي. واستمر بالذهاب إلى ذلك المكتب محاولا توقيع الأشياء والتصرف كأنه لا زال يعمل هناك، ولم يدرك أنه مات. لقد فهمت أن أي ارتباط قوي في الأرض يمكن أن يمنع أرواحنا من التحليق. رأيت أشخاصا انتحروا، وبدأ أنهم يعانون من أسوأ الأوضاع من بين كل هذه الأرواح. لقد كانوا محاصرين تماما، ولم يكن لديهم أي وسيلة للتواصل مع أي شخص. في بعض الأحيان كانت هذه الأرواح تتبع أحباءها على الأرض لسنوات عديدة، متوسلة المغفرة عن الألم الذي سببته لهم. لكن هذه التوسلات لم تكن مفيدة ولا تسمع. أراني دليلي هذه المشاهد، ثم أراني مشاهد من نوع مختلف تشكلت أمام عيني مثل شريط فيلم. كانت هذه المشاهد من حياتي الخاصة، مرتبة بتسلسل زمني منذ بداية حياتي على الأرض. رأيت شابة حامل، كانت والدتي وحاملا بي. دخلت جسدها مثل موجة، وقبل دخولي إلى جسدها كنت أشعر أني حاضر في الكون بأسره، ولكن جزءا مني وبطريقة ما انتقل إلى العالم المادي وجسد أمي. شعرت أن كل شيء مرتبط بكل شيء، وليس هنالك بداية ولا نهاية. لا أستطيع الجزم في أي مرحلة من مراحل الحمل دخلت جسدها، لكني أعتقد أنه كان قبل وقت طويل من ولادتي. أحد الأمثلة على مراجعة حياتي هو عندما كنت طفلا صغيرا. كنا نسافر في السيارة وتوقفنا في مكان ما على طول الطريق. كان هناك نهر قريب، وطلب مني إحضار الماء في دلو من ذلك النهر. ذهبت لملء الدلو، ولكن في طريق عودتي شعرت أن الدلو كان ثقيلا جدا بالنسبة لي، فقررت إفراغ بعض الماء لجعل الدلو أخف. وبدلا من إفراغ الماء على الأرض، لاحظت وجود شجرة بمفردها في بقعة جافة. بذلت قصارى جهدي للخروج من طريقي حتى وصلت إلى تلك الشجرة وأفرغت بعض الماء في قاعدتها، حتى أنني انتظرت هناك قليلا للتأكد من أن التربة شربت الماء. وفي مراجعة حياتي تلقيت تشجيعا وفرحا بهذا الفعل. كان الأمر كما أن كل الأرواح بالكون امتلأت بالفرح من هذا الفعل البسيط، وكأنها كانت تخبرني أننا فخورون بك. يبدو أن هذا العمل البسيط هو أحد أفضل الأشياء التي فعلتها في حياتي. كان هذا غريبا بالنسبة لي، لأني لم أعتقد أن هذا العمل كان أمرا كبيرا، وفكرت بأنني قمت بأشياء أكثر أهمية.
ومع ذلك فقد تبين لي أن ما فعلته كان ذا قيمة كبيرة، لأنني قمت به من القلب تماما دون انتظار أي مقابل أو مكسب. عرض علي مشهد آخر من حياتي، وهو عندما كنت صبيا في العاشرة من العمر. لقد قمت بالتخبيث والضرب بلا رحمة لصبي كان بنفس عمري، لقد شعر بالتعذيب والأذى الشديد. رأيت هذا المشهد مرة أخرى. كان الصبي يبكي من آلام جسدية وعاطفية عميقة، وبينما كان يسير في الشارع عائدا إلى المنزل كان يشع طاقة سلبية أثرت على كل شيء من حوله وعلى الطريق. تلقى الناس وحتى الأشجار والطيور هذه الطاقة السلبية منه، والتي استمرت بالانتشار في جميع أنحاء الكون. حتى الصخور على جانب الشارع تأثرت بألمه. لقد رأيت أن كل شيء حي، وأن طريقتنا في تصنيف فئات الأشياء حية وغير حية هي فقط من وجهة نظرنا المادية المحدودة. في الواقع كل شيء حي. شعرت بداخلي بكل الألم والأذى الذي سببته له. وعندما عاد هذا الصبي إلى منزل والديه، رأيت تأثير رؤيته في تلك الحالة على والديه. شعرت بمشاعرهم والألم الذي سببته لهم، وكيف أثر ذلك على سلوكهم من تلك اللحظة فصاعدا. رأيت أنه نتيجة لهذا السلوك أصبح والداه دائما أكثر قلقا عندما يكون ولدهما خارج المنزل أو إذا تأخر بضع دقائق. رأيت أنه كلما فعلت شيئا جيدا لأي شخص أو أي شيء كنت قد فعلت ذلك لنفسي، وكلما آذيت شخصا ما كان يحصل على شكل من أشكال التعويض أو الدعم من الكون نتيجة لذلك، وأن هذه الهدية كانت أكبر من الضرر الذي سببته له. كنت أرغب بالبقاء في عالم الحب والسلام والنور، لكنهم ذكروني بمسؤولياتي على الأرض. جادلت ورفضت العودة. قالوا لي إنني إن لم أعد فلن أكون قادرا على تحقيق بعض القدرات الروحية التي كنت سأحصل عليها لو عدت إلى الأرض، ولكنني أصررت على عدم العودة والبقاء هناك. أخيرا أظهروا لي أجزاء من مستقبلي، وكيف إذا عدت سيؤثر ذلك على العديد من الأشخاص الآخرين ويساعدهم على رؤية النور. وعندما أدركت كم ستساعد عودتي إلى الأرض أشخاصا آخرين، قررت العودة إليها. ومع ذلك فإن هذه المشاهد من مستقبلي تم محوها من ذاكرتي عند عودتي إلى الأرض. وفقا للوثائق الطبية عدت إلى الحياة بعد 32 دقيقة من إعلان وفاتي، لكن خلال هذه الدقائق القليلة رأيت الكثير من الأشياء. لقد كانت عدة أشهر بالنسبة لي، إن لم تكن عدة سنوات. سمعت إحدى العاملات في المستشفى بينما كانت تمر قرب الغرفة التي كنت فيها ضوضاء خافتة صادرة من داخل الغرفة، فأسرعت إليها ووجدت أنني أتنفس مرة أخرى.